سعداء معاكم في الفقرة الأولى، وأتمنى تكونوا سعداء معانا بقى أنتوا أكتر في الفقرة الثانية، لأن هنبدأها بحد اعتاد الفترة الأخيرة إن هو يقول مغالطات كتير جدا، ويمكن استغل إن يعني الفترة اللي فاتت غبنا شوية عن الردود عليه، بس هو متابع، بس احنا راجعين بقوة، لأن حق النادي الأهلي ما فيهوش مجال إن أنت تضحك فيه على الناس. خلينا نأكد يا فارس إن احنا هنا في البرنامج عندنا دايما فقرة خاصة بالتحكيم المصري، وطبعا فار روم. الحقيقة الكابتن خالد غندور شكله متابع بشكل جيد جدا فقرة فار روم، فحاول إن هو يعمل حاجة احنا بنعملها، بس احنا بنعرف نعملها كويس قوي. جاب لقطة لحكم مباراة وقال تعالوا نشوفوا المعيار اللي بيختلف لما بيختلف لون التيشيرت، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله هنا، بس تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعقب ونشوف الأهلي خط أحمر بيعملها ازاي. طبيعي ومنطقي ان الكابتن طارق مجدي وهو في الملعب ممكن تركيزه ركز مع اللي هيلعب الكوره او مع الرفع الكوره اكتر ما محمود علاء واللاعب الافريقي يعني، وطبيعي ومنطقي ان دور تقنيه الفار انها تجيب كابتن طارق مجدي ويشوف اللعبه. فالكابتن طارق مجدي اما شاف اللعبه، معايير بقى كابتن طارق مجدي اما شاف اللعبه قال لك كوره ضربه جزاء، ومعايير الزملكاويه انها ضربه جزاء. معايير خالد الغندور بقى اللي اتشتم من الأهلوية، ومعايير كابتن طارق مجدي اللي بقى ما كانش حكم ساعتها، كان قاعد على تقنية الفار، ما حسبش الكرة دي ولا قناة الأهلي جابتها في التحليل ولا اتكلموا عنها في المحللين التحكيم ولا حد جاب سيرتها ولا حكم الفار استدعى الكابتن. مين بقى اللي كان حكم؟ كان كابتن جهاد جريشة، يعني كابتن جهاد جريشة اللي تطاول عليه كابتن سيد عبد الحفيظ وقال ان هو بيعتذر لنا وبعد ماتش بيراميدز. ده بقى كان في ماتش بيراميدز، نفس الكوره بنفس المعايير بنفس الحكم اللي حسبها بنفس الحكم اللي كابتن جهاد جريشة تطاول عليه سيد عبد الحفيظ وقال لك اعتذر لنا بعد ماتش بيراميدز، نفس الماتش. تعالوا نشوف الكوره دي ونقول هل دي نفس الكوره ولا لا. ادي الكوره اهي، شوفوها معايا والصورة لا تكذب، اهي الكرة، اهي الكرة اترفعت. تعال نشوف ايمن اشرف هيعمل ايه. ادي الكرة هنجيبها من قريب يعني، طبعا هي من بعيد دلوقتي. ادي الكرة، لا ادي الكرة بتاعت ايمن اشرف مع ايريك تراوري. حاول تجيبها لي زوم عشان الناس تشوفها اكتر، عشان شفتها في الاعادة وهي قريبة، واضح جدا ان ايمن اشرف راكب على ايريك تراوري قبل ما يلعب الكرة خالص، وضرب جزاء مليون في المية. مين كان قاعد على الفار؟ كابتن طارق مجدي هو اللي كان قاعد على الفار، واللي حسب الكرة على محمود علاء. ومين الحكم في اللقاء ده اللي مرضاش يحسبها؟ كابتن جهاد جريشة كان موجود على في حكما للقاء اللي كابتن سيد عبد الحفيظ هجمه، وكان وقال ان هو اعتذر لنا بعد ماتش بيراميدز تقريبا، الماتشات اللي اعتذر بسببها يعني كابتن جهاد جريشه كان ماتش بيراميدز، واللي خد بعديها براءه من كل تطاوله على الحكام الصباحي والعدوي وجهاد جريشه ومحمد معروف، خد براءه. ما بتتعملش كده، ما بتتعملش كده والله. شوف بتتعمل ازاي عشان لما تيجي تقول معيار مختلف تعرف تقول المعيار المختلف. اولا انت بتقول قناه النادي الاهلي ما عرضتش اللقطه دي، اي خدمه؟ بنعرض لك اللقطه دي لايف وبنقول لك اللقطه اتعرضت في قناه النادي الاهلي. حضرتك بتتكلم عن طارق مجدي الحكم اللي احتسب ركله جزاء على محمود علاء اللي كان مشترك مع المهاجم بدون كره، بدون كره، الكره مش موجوده في الصوره، وبتقارنها باشتراك والتحام في الكره، تمام. بتقول ان كمان الاستوديوهات التحكيميه ما عرضتش اللقطه دي. احنا عندنا فارس رد، هل الاستوديوهات التحكيميه فعلا عرضت اللقطه دي ولا ما عرضتهاش؟ بالظبط. قناه النادي الاهلي يا اسامه لما تيجي تعرض لعبه انت عشان تتهمها الاتهام ده ما ينفعش تكون لعبه جدليه، خلاص هي لعبه محسومه والقناه تجاوزت عنها مثلا عشان ما تتاخدش عليها، انما اصلا دي لعبه عليها اختلاف تحكيمي، يعني كل الدفاعات اللي انت بنيتها دي مبنيه على لعبه خبراء التحكيم اختلفوا عليها، حد قال تتحسب وحد قال ما تتحسبش. مفترض انا كقناه النادي الاهلي اجي اخد برايي ان هي ضربه جزاء عليا، مع ان في خبير تحكيمي خارج قناه النادي الاهلي كان بيقول ما تتحسبش. تعالى نسمع ده عشان كلامنا مش مرسل، وفي خبراء تحكيم ناقشوا اللعبه
وهنعرفك ان هم ناقشوا اللعبه لان غالبا انت ما اتفرجتش او اتفرجت وما حبيتش تقول. نشوف الجدل التحكيمي ما بين كابتن سمير عثمان وكابتن الشناوي عن اللعبه اللي بيتكلم عنها كابتن خالد الغندور. نطلع ونشوف الفيديو. بص بقى ايمن اشرف طلع بيلعب الكوره، بص اللاعب التاني بيعمل ايه، مين بينط ومين واقف، مين اللي بينط يلعب الكوره؟ ايمن اشرف. التاني ايه؟ التاني مش عايز ينط. وايمن اشرف هو هي كابتن بتاعت البنك الاهلي بقى. لا لا مش وايمن اشرف برضه. لا 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 ايمن اشرف بتاعت البنك الاهلي راح واللاعب بيجري معاه نط عليه. مش عايزين نختلف في الكوره دي. خلينا هنا بلاش نرجع في الكوره دي. خلينا في دي. بص هنا بقى نقف بس ارجع هنا. هو هنا بقى بص يا كابتن عماد، بص يا كابتن عماد هنا ايمن اشرف بص هو يا دوبك واسب في الهواء. بص الكوره فين؟ الكوره على دماغه اهي. ما هو ملحقش على دماغه التاني يا كابتن. الكره على دماغه. ايوه التاني ما لحقش ينط يا كابتن. ما هو الجاي بيعمل كده. هو قصده حازم ان هو وسب فوقيه. هو التاني ما لحقش ينط اساسا يا كابتن. ده ايدين الاثنين جنبه وايمن اشرف. ايوه ما هو لسه بيعمل تيك اوف. طلع عليه يعني طلع وسب عليه. هل توجد هنا ضربه كابتن شناوي؟ لا لا هنا مفيش ركله جزاء. في يا كابتن سمير هنا ضربه جزاء؟ لا هنا في ركله جزاء. في ركله جزاء من وجهه نظرك؟ في ركله جزاء. انا شايفها ركله جزاء لبيراميدز. طبعا. ليه؟ في قفز على الخصم. ده هنا واحد نطط ونزل عليه. بس انت في بتاعت البنك الاهلي قلت ما فيش تختلف عنها عشان كده لما كابتن عماد اتكلم قلت بوجهه نظر بوجهه نظر. انا في بتاعت كابتن عماد قلت ده هدف سليم للنادي الاهلي. بالظبط هدف سليم في النادي الاهلي. دي تختلف. ده هنا في قصد من وجهه نظرك ان هنا في انا طبعا من وجهه نظر كابتن ناوي. انا شايف انا يعني معلش طبعا كابتن سليم بيقول وجهه نظر وتحترم. انا ببني قراري على حاجه. اللاعب اللي طلع يلعب الكوره وقفز في الهواء والنهارده اللاعب ده تحت منه زي ما انا قلت ايمن اشرف ساعه ما طلع قبل كده كان بيعمل كده على اللاعب والكره بعيده عنه. هنا اللاعب طالع وبيلعب الكوره على هنا ادرك شهريار الصباح. ما طلعتش ماسك حاجه قويه يعني. ادي كابتن احمد الشناوي قال ان ما فيهاش اي ركله جزاء. كابتن سمير عثمان كان ليه راي اخر. يعني الموضوع اللي انت اصلا بنيت عليه كل كلامك نسبي وطبيعي جدا ان انت تميل لفكره بما انك انت النادي الاهلي في راي ان هي مش ركله جزاء فطبيعي تتعامل ان هي مش ركله جزاء. بص يا فارس، هو الحد هنا كان ممكن يكون منطقي جدا في فكره الطرح ويبدا يتكلم عن فكره المعيار المزدوج لما لون التيشيرت بيختلف. ده الحد هنا. بس قبل ما نعرض الفيديو ده لان في نفس المباراه ونفس حكم الفار اللي متهم ان هو جامل النادي الاهلي في كورتين في المباراه اتفق بقى عليهم خبراء التحكيم الكابتن احمد شناوي والكابتن سمير عثمان ما اختلفوش زي دلوقتي. فنشوف الفيديو ونرجع معاكم. انا لو حكم مباراه اكمل اللعب بسبب بسيط، انا لو حارس المرمى وطالع امسك الكوره وفي دفع لازم الكوره هتنزل قصادي، اما نيجي على الكوره نبص عليها هتلاقي الكوره نازله ممكن يكون من دفعتي ليك هنشوفها. طب نسال كابتن. هي كوره من الكور الصعبه. طيب كور من الكور الصعبه دي انا رايي فيها هنا يبقى في استمراريه للعب اللي فيه تنافس اصلا على الكوره. كابتن ناوي. طيب نمشي بس هنمشي اللقطه اللي جايه دي بقى اهم لقطه في اللعبه دي. اوريكم ان المخالفه مش موجوده. هنشوف اللعبه. المخالفه مش موجوده على اساس لاعب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره. اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي. بس نقف هنا خلاص. دي ركله جزاء واضحه. ركله جزاء واضحه مش محتاجه. ممكن جهاد ما يشوفهاش عشان جاي من ورا، بس كان لازم هنا على حكم الفي اي ار كان لازم يستدعيه ويراجع مع الكره ده. اعتقد ما ينفعش تقول اللون اختلف بتاع لون التيشيرت لان الحكم اللي انت استعنت بيه كان ظالم النادي الاهلي في كورتين ما لهمش اي خلاف تحكيمي من خبراء التحكيم. هدف ولتر بواليا اللي بالمناسبه كابتن احمد حسام ميدو قال ان ده هدف صحيح غير خبراء التحكيم، وخبراء التحكيم قالوا ان الهدف صحيح وكمان ركله جزاء لصالح محمد شريف. انت كده بتستعين بحكم وتقول المعيار مختلف. هو فعلا المعيار مختلف لان ظلم النادي الاهلي ولم يجامل النادي الاهلي. طيب هنرجعكم لحاجه. عندي فكره حلوه قوي الكابتن خالد الغندور. انت بتتكلم عن لعبه فيها ركله جزاء شايف ان هي على ايمن اشرف. جبنا لك خبير تحكيمي بره قناه النادي الاهلي كان بيقول ان الكره مش ركله جزاء على ايمن اشرف. طب ايه رايك لو كنا جبنا كابتن ياسر عبد الرؤوف المحلل عندك انت في قناه الزمالك عشان يقول لنا اللعبه اللي شبه القفز بتاع ايمن اشرف دي كان بيبقى الراي الفني فيها ايه؟ ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ بس ساعتها كنت انت قاعد ايه؟ كلام كان كله تمام. نطلع ونشوف لعبه مماثله في مباراه الزمالك وحرس الحدود كابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه الزمالك قال عنها ايه؟ وكابتن خالد الغندور نفسه بذات نفسه كان رايه فيها ايه؟ نطلع ونشوف الفيديو. الراجل اللي هو المهاجم ده واقف على رجليه الاثنين. انا ما عنديش مشكله. لو هو عايز ينط برجليه الاثنين والوينش راح بالشكل ده
يبقى ده تهاون من الونش ودي ركله جزاء. تمام. طيب لو الراجل ده واقف زي ما هو والونش جاله بالمنظر ده برضه ركله جزاء. انما هو عمل ايه؟ هو خد خطوه لليمين والورا في نفس التوقيت، في نفس الصعود، في نفس التوقيت ان الونش بيعمل تيك اوف وهو طالع. اه اللمسه دي، اللمسه دي آه. بالمقعده عشان يبقى الكلام واضح. آه بالمقعده. آه. تمام. لرجل الونش. آه. بالظبط كده، واحد في الهواء انت بتعمله كده. هو ده الحنس. اه فالطبيعي ان جسمه يعمل كده. انت بتخلي توازنه. اه انت كل اللي انت بتعمله. يبقى دي اسمها انطره. الانطره لو انا عملتها كامله، الانطره اللي هي ايه؟ بيبقى لعيب جاي. تمام. زي مثلا الشناوي. الشناوي خارج بكل اندفاع. تمام. وانا ما نطش، انا عامل كده موطي. فده بيجي على الهوا، مفيش حاجه بتسكت. اهي بقى اهي. ايوه صح، برافو عليك يا كابتن. هو اللي رجع بالمقعده. بالظبط كده، المقعده دي لما خبطت في الونش وهو طالع خلاص بتغير له كل اتجاهاته. يعني مشكلتنا ان احنا كابتن ياسر عبد الرؤوف ما استعناش بقدراته وما استعناش بخبراته عشان كان يخلص لك الليله من بدري ويقول لك ان ما فيهاش حاجه. هي المشكله بس اللون، معيارك والله العظيم مشكلته في اللون، مش في اي حاجه تانية. انت بتشوف الحاجه من زاويه واحده بس، مش من زاويه فير، وبتبني كل دفاعاتك على حاجه في عقلك انت بس. بما انك رحت لقناه نادي الزمالك وبما انك رحت للكابتن ياسر عبد الرؤوف، طب ما تيجي نغير الالوان خالص، الاحمر والابيض، ونشوف كره زي دي ومشابهه ليها. تحليل الكابتن ياسر عبد الرؤوف مع الكابتن خالد غندور ايه؟ نطلع نشوف الفيدييو. حاله من الحالات المهمه وعايزين نركز فيها ونشوف مع بعضنا يا خالد هل فيها مخالفه ولا لا. نمشي طبعا اولا طبعا ما فيهاش تسلل، وبعدين بدا يبقى فيه قفز من المهاجم، برضو ناكد عليها عشان نشوف. بس نرجع بقى، نرجع فريم واحد، فريم واحد. اللحظه دي لغايه دلوقتي مفيش سند ولا قفز على الخصم. تمام. اللي هيحصل ايه؟ ان هو بمجرد ما ان هو هيبدا يلعب هو سبق خلاص، وهو نازل بتبدا الايد تبقى على المدافع بالشكل ده، فده مش قفز على الخصم، الايد بالشكل ده اثناء النزول. تمام. مش اثناء الصعود بتاعه. عرفتوا مين اللي بيغير رايه التحكيمي لما بيتغير لون التيشيرت؟ ده احنا حتى لما خرجنا بره الاحمر والابيض اتقال ان هدف باسم صحيح او هدف المقاصه صحيح. بس المفاجاه يا كابتن خالد، وانت بتاكد ان الباسم بهدف باسم صحيح وبتقول الكره ما فيهاش حاجه، ما استدعكش ان انت تفكر مين حكم الفيديو في المباراه دي؟ الحكم ميلو سلامه. عارف مين ميلو سلامه؟ اللي لما تم استدعائه من عمرو الشناوي في مباراه البنك الاهلي لكره ايمن اشرف اللي هي زي دي بالظبط، طلع قال الكرة فاول. عرفت يا كابتن خالد انها ما بتتعملش زي ما انت عايز؟ استفيد من الفقرة دي عشان تعرف ازاي تتكلم عن فكرة معيار الحكم اللي بيتغير لما بيتغير لون التيشيرت، وبالمرة تستفيد معيار الخبير التحكيمي اللي كمان رأيه بيتغير لما بيتغير لون التيشيرت. ولو حابب يا أسامة يجهز حاجة او يجمع اخطاء الزمالك التحكيمية والنقاط اللي استفاد بيها الزمالك، احنا موجودين. ارجع للارشيف اكتب فقرة فار روم الاهلي خط احمر، هتلاقي كل النقاط اللي استفاد بيها نادي الزمالك بالتحكيم الموسم الحالي.